السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. اليوم التاريخ 7/2/1446. ما بعد ندخل في موسم انتاج الدرة، وشوف نار وشرار شو تسوي. هذه نار وشرار، ترى احنا ما بعد نخش في موسم الانتاج. شوف ما شاء الله، هذا جوز درة الان جالس يلقح بفضل الله، ثم خلطة ولد الشرقية اللي سموها نار وشرار. هذه ما شاء الله تبارك الله، تشوفون؟ شوف، ها جوز درة هندي طبعا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف التلقيح، الآن احنا في صفر، باقي على الموسم شهرين تقريبا أو شهر ونص. ما شاء الله تبارك الله، هذه نار وشرار، هذه نار وشرار. الآن عندي الساعة 9:28. ما شاء الله تبارك الله. ها شوف هذا التلقيح، وعقبال لجوز الكروان إن شاء الله يا رب. طبعا لجوز الكروان محطوطة في القفص هذا، وقاعد استخدم الآن لمو 5 أيام. ما شاء الله تبارك الله. العادة لجوز الدرة تلقح في ربيع أو في أيام الشتاء، والآن نار وشرار شقالة ما شاء الله تبارك الله. بحط لكم اليوم التاريخ بالإنجليزي، اليوم الأحد، ذكرت لكم التاريخ، احنا في شهر صفر ما شاء الله تبارك الله. هذه جوز درة هندي ما شاء الله تبارك الله، خشب يا ولد الشرقية. هذه النار والشرار، اللي ينتج درة يعرف ان الآن ما هو موسمهم. موسمهم من متى؟ ايام الشتاء او في شهر ربيع لين يبرد الجو. خشب، تحيات ولد الشرقية، نار وشرار.